باشا والنبي اي حاجه يا باشا ساعدني، والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه يا باشا، ربنا يساعدك يا رب، والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه. والله البت على دراعي ما كانت من الصبح يا باشا، والله ابوها عاجب وانا بجري عليها. والنبي يا باشا ربنا يسعدك اي حاجه. ربنا يسعدك يا باشا، ربنا يسعدك يا رب. اي حاجه يا باشا ربنا يسعدك. يا رب يسعدك يا باشا. البت نعمه ما جاتش النهارده ليه؟ اه ما هي كلمتني وقالت لي انها تعبانه مش قادره توصل بطولها، فقالت هتأجز النهارده. يا حلاوه، تعبانه؟ لا يا اختي سلامتها الف سلامه. بقول لك ايه؟ جو الاجازات وموظفين الحكومه ده مش عندنا. الكلام ده ما يخصناش. والمهيه اليوميه اللي بتدفع لساميه شغاله، ولو انت بقى مش عارفه تدوري السريحه اللي معاكي فهميني. لا عارفه يا ست رحاب. وانت والست ساميه ليكوا عندي اليوميه، وانت لما بتيجي تقبضيها انا ما بتاخرش. لو كده بقى يبقى حلو الكلام. هعدي عليك النهارده في البيت اخد اليوميه منك. طب ما تنسيش بقى والنبي تجيبي لي معاكي شنطه زيت وسكر من اللي بتوسعهم الست ساميه. شنطه ايه يا اختي؟ بقول لك ايه؟ بطلي استعباط، الشنط دي للغلابه والمحتاجين، ماشي؟ كده برضه استرحب. خلاص يا اختي بطلي سهوه، هجيب لك شنطه. تعيش. استاذ هلال زكي بعت لي الصور اللي صورها وانا طبعتها لك. بقول لك ايه يا مندور، في دار ايتام انا شاكك ان بيحصل فيها حاجات مش مظبوطه. هي فين الدار دي؟ ايوه زكي. ايوه استاذ هلال، انا عرفت لك مكان الشحاته. طيب اوكي، ممكن تيجي معايا مشوار؟ ما تقلقش نفسك يا عمر، بلغ كل اهالي الدايره ان اسر الشهداء هطلعهم عمره على حسابي الشخصي، ودي اقل حاجه ممكن اقدمها لهم. جزاك الله كل خير يا حاج طلعت، يعني اطمنهم خلاص؟ جرالك ايه يا عمر؟ هو انا عمري قلت لك كلمه ورجعت فيها؟ طب اقول لك على حاجه، خليك، انا هكلم مهاب ابني دلوقتي قدامك علشان هو حريص انه يخلص التصاريح دي اكتر مني ويخلص اي حاجه يعوزها اهلي. تسلم يا حاج. الو. ايوه حاج، تصاريح. حاضر، ربنا يسهل. بقول لك انت عرفت ان ابو مصعب البوليس قبس عليه؟ معنى كده البضاعه تشح في السوق، باشا كبير مالكش ولا ايه؟ طب يا حاج انت شكلي في حد جنبك. على العموم انا ارفع سعر البضاعه شويه لحد ما نشوف انا اوصل ابو مصعب ازاي. سلام يا حاج، الله يسهله. ايه في حاجه؟ لا مفيش، انا شكلي هعتمد عليك شويه في الفتره اللي جايه في الشغل. يا راجل، طب ما انت كل مره بتقولي كده. اعملي ايه هنا يا حلو؟ نزل ايدك لازعلك عليها يا واطي. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. ما تنساش ان انت اللي محتاجني مش انا اللي محتاجه لك. محتاج لك؟ انت مين يا بت؟ انت ولا حاجه، انت نسيتي نفسك ولا يرحمك. سيبك منها يا هوبه، دي بت شمامه.
انا شمامه يا رخيصه يا واطيه. انت عايزه على مين يا بنت؟ بس بس قلت بس انت زيدي نفسك ولا ايه؟ انا ليه ومنظور شكري؟ خير يا باشا؟ ايه مش فاكراني انت؟ مفيش. اتفضل. طيب طبعا اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش. يا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوك ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف 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 شكلك حلو انت والواد شلا، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟ والله يا باشا انا ما طبعا كده عندنا محضر خطف طفل والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي ايه تاني؟ لا هي هتتكلم صح يا زينب؟ زينب انا عايز اعرف كل حاجه عن دار الايتام دي. والواد اللي كان معاه كده ايه علاقته بالدار؟ انا يا باشا ماليش دعوه بحاجه. انا دوب باجر العيال دي باليومين الدار. يعني ايه بتاجريه؟ يعني بروح اول اليوم اخده اسرح بيه وارجعه اخر النهار. ومين اللي بيأجره لك؟ الست سامية. قولي كل اللي عندك وخلصينا، احنا مش هنسحب منك الكلام كلمة كلمة. يا باشا أنا كل اللي بعمله إني بأجر العيال دي من الدار. سامية بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير أوي غيري. وإزاي يبقوا أيتام ومتسجلين في الوزارة وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزارة إيه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوة بالوزارة. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهية قولي كل حاجة. يا باشا العيال دي مخطوفة. في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لسامية. سامية بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى فيه قوانين واجراءات وحاجات عاملها الحكومه. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيل اللي هم ما لهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وساميه بتظبط لهم ده كله وكله بتمنه. وفي برضه الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى تمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لا مؤاخذه رجاله ناقصه بيحبوا الحريم الصغير. ساميه بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنه وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شويه وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شويه وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكه تانية، دول بقى يسرقوا سريقه، يبلطجوا على حد، لا مؤاخذه ينزلوا مظاهره يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هما جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا ما اعرفش. انا كذا مره اسال العيال هناك بس بيخافوا يقولوا لي، مثل سامية تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابله رحاب، ده انا العتر. ما انا عارفه يا اخويا انك العتر. امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايزه اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العيال من الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي. قال ايه؟ نعيمه عيانه وعايزه اجازه. فهمتني؟ اعتبري حصل. حابب لك خبرها. نهار اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني. يا عم لسه بقول لك مش عايزه مشاكل. قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقول لك ايه؟ افتح لك شنطه العربيه. انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله، تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق. يلا انسى. انت تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار وساميه واللي اسمه العترة ده. لا يا باشا اسمي انا كده هروح في داهيه. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمه، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهده. اه وكده نقدر نحميكي. ست رحاب
لك يا بنت متلبشه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام هيبقى فعلا. هنا يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا هنروح احنا مشوار تاني. يلا ايه في ايه؟ انا ما قلتش حاجه، والله ما قلت حاجه، والله ما قلت حاجه. الموضوع بيكبر يا هلال، واضح ان انا وانت مش هنقدر نتصرف. احنا نبلغ الشرطه ونطلع على الدار، واكيد هم هيعرفوا العيال دي فين. الشرطه دي بس؟ انت ناسي ان الدار تحت اشراف وزاره التضامن، يعني لازم يبقى في دليل على كلامك، ده غير اذن النيابه. انا هتصل برؤوف، اكيد هو هيتصرف اسرع. يا صابرين هاتي من فضلك لحسن يكون تليفون شغل ارجوكي. ايه ده ايه ده؟ ازاي هترد اصلا ودراعك مربوط كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بتعايريني عشان انا عاجز يا صابرين؟ نعم عاجز؟ لا لا مخك راح فين؟ لا لا انا قصدي يعني عشان دراعي مربوط مؤقتا من فضلك التليفون، تليفون شغل لو سمحتي. اه دلوقتي فيك حل للشغل ومفيكش حل كاتب الكتاب، صح؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا عارف ان انت متضايقه عشان موضوع تأجيل كاتب الكتاب، بس اديكي شايفه اهو نصيبنا كده، هنعمل ايه طيب؟ لا يا حبيبي الف سلام عليك، ما تقولش كده. انا عموما كلمت المعازيم النهارده واجلت معاهم كاتب الكتاب. انا بس عايزاك تقوم بالسلامه كده عشان تقدر تيجي بكره. لا لحظة واحدة، أجي فين بكرة يا حبيبتي؟ كاتب كتابنا. لا أنا لما قلت نأجل كاتب الكتاب قلت نأجله شوية مش نأجله يوم. لا بقول لك إيه، أنا مش هأجل تاني، أنا خلاص كلمت المعازيم وأكدت عليهم إنه بكرة. لا تعتذري لهم يا حبيبتي، تعتذري لهم. والله؟ ومنظري أنا بقى إيه قدامهم؟ وأنا بقى منظري هيبقى إيه وأنا بكتب كتابي واخد طلعة في جتتي، طلعة كاملة. بص أنا حاسة إن في حد باصص لنا في الجوازة دي، فالطلعة دي عشان نغسل عين. صابرين يا حبيبتي انا ايدي مربوطه، انت مش واخده بالك؟ اصح ازاي انا ما خدتش بالي من حاجه زي كده؟ اهو شفتي ازاي تمضي العقد الجواز كده؟ شفتي ازاي بقى هنعملها ازاي دي؟ كلميهم بقى يلا قولي لهم ان كاتب كتاب اتاكل لاجل غير مسمى. معلش يا صابرين، خلينا صابرين يا حبيبتي. بقولك يا روف الكلمه دي بتعصبني، وبعدين لو يا سيدي على امتى ما تمضيش ابصم يا اخي وخلاص، لكن تاجيل كلام مش حاجه. لازم يا رب اسفه معلش بس اتعصبت كده. هاتي بقى هاتي 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 عشان ارد بس يكون تليفون شغل. هاتي من فضل صابرين لو سمحتي، خلاص احنا اتكلمنا، هاتي بقى هاتي عشان لو ممكن يكون شغل لو سمحتي. الو اهلا بيه، ده حصل فين الكلام ده؟ طب بص يا هلال بيه، بص انا جاي لك حالا. ايوه جاي لك حالا. مع السلامه. خد يا حبيبي. ايه 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 بابا رايح. ايه ده رايح فين؟ رايح فين وايدك عامله كده؟ ايه ايدك دي عامله كده؟ ايه 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 اهدى بقى. ايه 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 ده ايه ده كده؟ اهدى كده انت تعبان. ايه 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 كده مريض. انا عمري ما حسيت بالوجع ده من جوايا، انا ما عرفتش انام من امبارح يا منى. خلاص بقى يا عصام ما تزعلش مني، بس انا والله عمري ما عملت حاجه زي دي قبل كده. خلاص يا منى انا مش عايزك تعملي حاجه، انت طلعتي مش واثقه فيا. طب خلاص هعمل كل اللي انت عايزه. يعني هنتكلم بالليل وهناخد راحتنا على الاخر؟ حاضر. هناخد راحتنا على الاخر؟ انا بحب الضحكه دي والكسوف والله. جرى ايه يا مستر عصام؟ هي المدرسه ما بقاش فيها غير منا بس ولا ايه؟ لا ليه؟ مش فاهمة حاجة وقلت أفهمها لها. والله؟
وفهمتي بقى يا حبيبتي ولا لسه غبية زيي؟ هو في ايه؟ اه صحيح، هو في ايه؟ مالك رانيا ما تظبطي؟ لا انا تمام، تمام جدا على فكره، او هبقى تمام. باي. انا تمام. مش كنت حضرتك قلت لي كنت جبت لك كاميرات احسن من كده وارخص من كده كمان بكتير؟ يا ابني انت مش فاهم، الكاميرات دي بتشتغل بالانترنت، تقدر تحطها في اي مكان انت عايزه وتشوف اللي انت صورته من على التليفون عادي، ابلكيشن يعني. اه طب افرض حضرتك الباقه خلصت والنت فصل، هنعمل ايه؟ مشكله دي مشكله. اسكت يا يوسف، طالما مش عارف ما تفتيش. يلا هات لي الكاميرات دي وتعالى ورايا، عايزك في حاجه. باقه. حاضر. بتقري علينا يا بنت الكل؟ ايه؟ ايه؟ مش فارق معاكي حد؟ احنا شامينك يا بنت؟ بقول لك ايه؟ هتنطعي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني، الراجل اللي هو اللي قعدهم مصورين كل حاجه، ابوس ايدك وارحميني. وماله؟ الرحمه بتجوز على الميت. ايه يا جيمي انت خارج ولا ايه؟ اه يا حبيبتي هاخد شاور والبس وانزل على طول، عندي ميعاد مهم قوي. اه طب بقول لك ايه، ايه رايك لو انت تدخل الحمام وانا اوضب لك هدومك بنفسي؟ بنفسك؟ امال ايه، ده انا ليه مزاج ادلعك. ماشي، بس هو يوسف تحت بيعمل ايه؟ لا ده يوسف مستنيني عشان اديله اوراق مهمه يعني يوديها المحكمه. اوكي انا هخش انا اخد شاور. ماشي بنفسك. نعيما مقدما. طلع لي على المفتاحين دول واوعى تلخبطهم. حاضر. في اسرع وقت. حاضر حاضر. يلا. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست ساميه. ولا انا كنت عايزاني اسيبها لحد ما تروح للبوليس. تقوم تقتلها يا غبي. وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه، ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمة، تختفوا فيها لغاية ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبة دي. ما عشان نختفي محتاجة شوية قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغور في 60 داهية وما تظهروش لغاية ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هتخبى؟ انا ما عملتش حاجة. انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكوا. يلا اتفضلوا. أنا عايز الشغل ده كله يتوزع.
ايه ده يا هوبا؟ فلاكه شغل جديد لسه نازل، بيودي دماغ في حته تانيه خالص. بيوديها فين؟ بيوديها في 60 داهيه بعيد عني وعنك. طب يلا كل واحد يروح يشوف شغله. طيروا. هو انا مش قلت بطل الزفت ده؟ عايزني بطل؟ طب ده انا حتى زبونه نقطه. وبعدين انت ايه اللي عاجبك في البت الملزقه دي؟ ده انا كنت بوزع لك اضعاف كل اللي بيشتغلوا معاك، فجاه بقيت بتديها شغل جديد ولا شايفها اشطر؟ انت شاطره في نوع، هي بصراحه لسه ما اعرفش شاطرتها في النوع التاني. لا بيتهيالي هي شاطره في حاجه واحده بس، وانت عارف هي ايه؟ بصراحه شاطره. الكلام اللي بتقوله ده خطر جدا يا استاذ هلال. يعني الحاجات دي بتحصل فعلا جوه الدار؟ العيال المخطوفين دول موجودين هناك دلوقتي؟ العيال موجودين جوه الدار. البنت المتسولة أكدت لي على ده. بس الداخلية مش هتاخد بالكلام ده. البنت المتسولة دي لازم تتجاب وتعترف بالكلام ده في محضر رسمي. ما ينفعش نستنى كمان. لازم ننقذ العيال دي. ننقذ العيال فين يا بابا؟ ما أنت خلاص حكيت كل حاجة رؤوف بيه. سيبه بقى هو يشوف شغله. أستاذ هلال، أنت عملت اللي عليك، بس أكتر من كده هيبقى في خطر على حياتك. يا هلال الأمور ما تتخدش بالطريقة دي. احنا لازم نفكر بشكل تاني خالص. هو الموضوع طبعا فيه خطر، بس الكلام اللي انت قلته ده ما يتسكتش عليه. هطلع اذن نيابه ونقطعها من المكان ونشوف. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل، العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين. هناك هم.
تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. حاضر 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 يا فندم. أنا هطلع قرار بإقالة وزيرة التضامن باعتبارها المسؤول الأول عن دور الرعاية والملاجئ الأيتام.